يعلن الديوان الملكي ان فخامه الرئيس ابراهيم محمد صالح رئيس جمهوريه المالديف الصديقه سيصل الى البلاد اليوم في زياره لمملكه البحرين. يجري فخامته خلالها مباحثات مع حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. تتناول العلاقات الثنائيه الوثيقه بين البلدين الصديقين بالاضافه الى اخر التطورات والمستجدات الاقليميه والدوليه. ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لفخامته طيب الإقامة في مملكة البحرين